لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعنة على أعدائهم أجمعين. في هذه الليلة نتكلم وبشكل مختصر حول مصادر العقيدة، وأن العقيدة يجب أن تؤخذ من أي مصدر. أولا نبحث حول العقل ومدى دخالة العقل في موضوع العقيدة. لا شك كما ذكرنا في الليلة الماضية أن العقل حجة باطنية جعلها الله عز وجل في كل إنسان، ومن مهمات الأنبياء ليثيروا لهم دفائن العقول. ولكن ما هو مدى وسعة العقل وكشفه عن الحقيقة؟ هل في كل أمور المعتقد، والكلام حول هذا الموضوع، نرجع إلى العقل أو لا؟ إن العقل مداه محدود. هل العقل مداه واسع؟ في كل صغيرة وكبيرة نراجعه في مسائل العقيدة، أو لا العقل مداه محدود بل يكشف بعض الأمور أو يحكم في بعض الأمور؟ نحن إذا لاحظنا عقلنا مجردين عن أي حكم مسبق، نلاحظ أن العقل لا يكتشف حول مسائل العقيدة إلا بعض الأمور القليلة جدا. كل إنسان بعقله يكشف أن لهذا الكون خالق، الكون له مبدأ. العقل قد يكشف أصل المعاد، أن هذا الخالق حينما خلق الإنسان سيجازيه على فعلته، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا الأمر الكلي قد يكشفه العقل، وبعض الأمور القليلة جدا العقل قد يكتشف لزوم إرسال الرسل مثلا. هذه بعض الكليات التي يعرفها كل عاقل ويكشفها، ولكن التفاصيل العقل لا مدخلية له فيه في تلك التفاصيل، لا يتمكن العقل من معرفة تلك التفاصيل. نضرب مثالا في غير العقيدة، في الشريعة العقل يحكم علينا أو يكشف لنا حسب اختلاف المباني أن العقل هل له حكم أو أن العقل مجرد كاشف. بعض الأصوليين والفلاسفة والمتكلمين يقولون أن العقل كاشف كالنور، هذا الضياء الذي في هذا المكان، هذا لا يحكم بشيء وإنما فقط يكشف لنا ما يقع في الخارج. والبعض الآخر منهم يقولون أن العقل ليس فقط كاشف وإنما يحكم، هذا بحث مذكور تفصيلا في الأصول وفي الفلسفة أيضا وفي الكلام.
لا علينا بهذا البحث لأنه خارج عن موضوعنا. العقل يحكم أو يكشف بأن الإنسان يجب عليه أن يشكر منعمه، الشخص الذي أنعم علي يجب أن أشكره، يجب أن أعبده، هذا المقدار يحكم به أو يكشفه العقل. أما أكثر من هذا المقدار التفاصيل، كيفية العبادة لا يعرفها العقل، لهذا جزئيات العبادة الصلاة وجزئيات الصلاة وكيفيات الصلاة، شروط الصلاة، موانع الصلاة، مبطلات الصلاة لا يعرفها العقل. الصوم لا يعرفه العقل، العقل يقول يجب عليك أن تعبد ربك، هذا الكل. أما الجزئي أنه صلاة أو صوم أو حج أو زكاة أو أمور أخرى لا طريق للعقل إليها، هذا الشريعة. كذلك في العقيدة، العقل يكشف لنا أو يحكم لنا علينا بوجود خالق، أما كيفية هذا الخالق، صفات هذا الخالق، قد بعض تلك الصفات يعرفها العقل، لكن التفاصيل الجزئيات لا يعرفها العقل، بل كثير منها فوق إدراك العقل. نذكر مثال في الجزئيات، قد العقل يكشف لنا أن الخالق هو عالم عليم، العقل يكشف هذا الأمر لنا زين، لكن كيفية علمه غير معروفة لدينا، لا نعرف أنه كيفية علم الله عز وجل. ولهذا ورد في الحديث الشريف أن قولنا أن إن الله عالم يعني ليس بجاهل، إن الله حي يعني ليس بميت، إن الله قادر يعني ليس بعاجز. لماذا؟ لأنه علم الله عز وجل لا نعرف كنها. ما هو علم الله؟ كيفيته، تفاصيله، جزئياته، تصوره، لا نتمكن حتى من هذا الأمر. فحينما الرواية تقول حينما تقول إن الله عالم، نحن يأتي إلى ذهننا من كلمة العلم ومن كلمة عالم تصورا خاص، هذا التصور ليس بصحيح، بل الرواية تقول إن الله ليس بجاهل، وهذا رأي كثير من المتكلمين وكثير فقهائنا الكبار، على رغم أن بعض الفلاسفة أو كل الفلاسفة لا يقبلون هذا الأمر، لكن الرواية تؤكده. فعلى كل حال، قد العقل يعرف الكل أو بعض الجزئيات، لكنه لا يعرف التفاصيل. هذه التفاصيل من أين تؤخذ؟ هل الشرع المقدس بين لنا طريقا لأخذ هذه التفاصيل؟ هل وكلنا إلى عقولنا، كل واحد يحكم عقله في الجزئيات؟ لا، لهذا الذين حكموا عقلهم في الجزئيات، في جزئيات مسائل العقيدة، ضلوا وأضلوا. تلاحظ الفرق الإسلامية مثل ما ذكرنا أمس، الفرق الإسلامية كثير منها فرق ضالة في العقيدة. لماذا ضلت في العقيدة؟ لأنها لم تسلك الطريق الصحيح، سلكت الطريق بعقولها الناقصة، لهذا ضلوا في الله وفي الرسول وفي مسائل العقيدة ضلالا بعيدا. الله عز وجل جعل لنا الطريق لمعرفة تفاصيل العقيدة. طبعا بعض التفاصيل لا يمكننا معرفتها إطلاقا، لأن عقولنا أقصر من معرفة تلك الحقائق. لهذا الروايات والشرع المقدس يقول تلك الأمور أنتم لا تفكروا فيها، اتركوها، مثل كنه ذات الله عز وجل. الله عز وجل، ما هو كنه ذاته؟ نحن نعلم أن الله عز وجل موجود وهو الخالق، ولكن كنه ذاته لا نتمكن من تصوره إطلاقا، لأننا محدودون، والمحدود لا يتمكن من استيعاب غير المحدود. يعني إذا هناك كأس صغير تريد أن
تجعل في هذا الكأس الصغير ماء البحر، هل يمكن ذلك؟ لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأن هذا شيء محدود، والمحدود لا يتمكن من استيعاب ما هو أوسع منه. الإنسان لا يتمكن من الوصول إلى كنه ذات الله إطلاقا لأنه محدود. فلهذا الرواية تقول لا تفكر في كنه ذات الله، من فكر في ذات الله فقد ضل، لأنه لا يتمكن من الوصول إلى الطريق الصحيحة، ينحرف، يصور الله بالصورة التي يراها في ذهنه، يجسم الله عز وجل، وأمثال ذلك من الأمور التي ضل فيها الكثيرون. ولكن بعض الأمور الأخرى التي نتمكن من استيعابها، لكن لا طريقة لنا إليها من العقل، العقل لا يوصلنا إليها، الله عز وجل جعل طريقا لنا، قال خذوا عقيدتكم من هذه الطريق. الطريق شنو هو؟ الكتاب والسنة. الحديث الشريف يقول إني تارك رسول الله عليه وآله، يقول إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. الضلال ليس فقط الضلال العملي، وإنما يشمل جميع أنواع الضلال، ومن الضلال الضلال في العقيدة. إذا الإنسان تمسك بالقرآن وتمسك بالعترة بما في القرآن وما قالته العترة لا يضل في كل شيء، ومن جملة الأشياء لا يضل في معتقده. ولهذا الفرق الإسلامية أو كثير من الفرق الإسلامية حينما تركت الكتاب أو تركت العترة ترى عقائدها عقائد منحرفة إلى أبعد الحدود، مثل ما ذكرنا أمس من تجسيم الله عز وجل إلى تنقيص شأن الرسول صلى الله عليه وآله، وإلى أمور كثيرة أصلا بعضها الإنسان ما يقدر يبينها لشدة قبحها. على كل حال، لأنهم تركوا الطريق الكتاب والعترة. مطلب آخر نذكره في هذا الصدد أن كثيرا من المسلمين رأوا الكتاب، لكن لأن عقولهم الناقصة كانت تقول بأمور موهومة أو أمور مظنونة، أو سمعوا أمورا عن آخرين حول الله عز وجل وصفات الله وحول المبدأ وحول المعاد وما يتعلق بهما من مسائل العقيدة، اتخذوا أسلوب تأويل آيات القرآن أو أسلوب تأويل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله أو أحاديث الأئمة عليهم الصلاة والسلام. وهنا مسألة جوهرية، المتكلمون ماذا يفعلون؟ المتكلمون يأخذون ما قاله القرآن الكريم وما ورد في السنة المطهرة عن الرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين حول صفات الله وحول ما يتعلق بالله، ما يتعلق بالقيامة، ما يتعلق بمسائل العقيدة. يأخذون العقيدة من الكتاب والعترة والسنة، ثم يحاولون أن يأتوا بالدليل أو البرهان لتقريب هذا المطلب إلى الأذهان. يعني إذا الرواية أو الآية تقول إن الله عز وجل عالم بكل شيء مثلا، هذا ثابت من الكتاب، الله عز وجل عالم بكل شيء. يأتي المتكلم وفرض العلامة الحلي في كتابه شرح التجريد ماذا يفعل؟ هذا الدليل دل على أن الله عالم بكل شيء، يأتي بأدلة تقرب هذا الأمر إلى الأذهان. لكن بالعكس، هناك بعض الناس أو بعض الفلاسفة وصل بعقله القاصر إلى مسألة، الله عز وجل ليس عالما بالجزئيات، ثم يحاول تأويل كل الآيات والروايات للوصول إلى الشيء الذي ظنه أو توهمه بعقله. لهذا كثير من الفلاسفة يقولون إن الله عز وجل ليس عالم بالجزئيات وإنما عالم بالكليات فقط. يعني مثلا أنا الآن حركت يدي
هذا أمر جزئي الله عز وجل لا يعلم به. لماذا؟ لأدلة يذكرونها، أدلة مبنونة وموهومة. الله لا يعلم بحركة يدي، أو الله عز وجل الآن ليس بقادر أن يخلق نملة في هذا المكان، يخلق نملة تمشي في هذا المكان، الله عز وجل مو قادر. ليش؟ لأن الله عز وجل واحد لا يصدر منه إلا واحد فقط، يخلق شيء واحد مثلا، فيخلق نملة في الحال الحاضر في هذا المكان لا يتمكن. يذكرون أدلة، معلنا بأدلتهم. ثم بعد اقتناعه بهذا الأمر الذي حكمه بعقله القاصر، يأتي ويؤول كل الآيات على كل شيء قدير، يقول هذا المقصود بكل شيء. إيش فلان مثلا العقل الأول، الله عز وجل عالم بكل شيء كما ورد في الآيات والروايات، يقول بأنه لا، هذا مقصود من كل شيء يعني الكليات مو الجزئيات، يجيب المطلب اللي هو اعتقد بعقله القاصر، ثم يؤول الآيات والروايات على حسب ظنه وعلى حسب زعمه. مع أن الصحيح شنو هو؟ الصحيح أن الإنسان يأخذ العقيدة من منبعها، ثم يحاول أن يقرب هذه العقيدة إلى أذهان الناس بأدلة يفهمونها. هذا هو الذي يفعله المتكلمون عادة، يأخذ العقيدة من الكتاب والسنة، ثم يقرب هذه العقيدة لأذهان الناس بأمثلة أو بأدلة تقريبا للمطلب إلى أذهانهم. لهذا نرى أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أرسل عبد الله بن العباس للاحتجاج على الخوارج حينما خرجوا إلى النهروان، لأن أمير المؤمنين قبل أن يقاتلهم حاجهم، كانوا 12,000 واحد بمحاجات الإمام عليه الصلاة والسلام، رجع منهم 8,000 واحد منهم رجعوا، وبقي 4,000 مصرين، وقتلوا أجمعهم بأجمعهم إلا 8 أو 9 منهم. على كل حال، وحتى في قضية الصفين أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام منع أصحابه من القتال إلى أن تضجروا، قالوا للإمام تخاف من الموت مثلا إذا الحرب بدت؟ ما معناه؟ أمير المؤمنين في نهج البلاغة يقول لا، وإنما تأخيري طمعا في أن يرجع بعضهم إلى الحق. شوية تأخر بل كبعضهم يرجعون إلى الحق ولا يدخلون النار بسبب مقاتلتهم إيانا. على كل حال، أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أرسل عبد الله بن العباس لمحاجة الخوارج. ماذا قال له؟ قال له لا تحاججهم بالقرآن، فإنه حمال ذو وجوه تقول ويقولون. لا تذكر في استدلالاتك آيات القرآن. لماذا؟ لأنه يؤولون آيات القرآن. أنت تقول كذا يقولون شيء آخر، تقول هاي الآية معناها هكذا يقول لا تأويلها شيء آخر. لهذا جميع الفرق الإسلامية وحتى المنحرفين منهم كلهم يستدلون بالقرآن الكريم، يجيب القرآن يستدل به لعقيدته الفاسدة. لماذا؟ لأنه في القرآن متشابهات كثيرة، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم إلى آخر الآية. طبعا بين قوسين، ابن العباس رضوان الله تعالى عليه ما سمع كلام الإمام، عملا عندما راح وأراد أن يحاجهم حاجهم بالقرآن، ذكر لهم أنه الآية تقول فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إذا تقولون أن الحكومة محرمة وتوجب الكفر فكيف الله عز وجل أمر بالحكومة، وما قبلوا كلام ذول 4,000 نفر وقتلوا بأجمعهم إلا 8 أو 9 منهم. على كل حال، فالإنسان يجب أن يأخذ عقيدته في الجزئيات وفي التفاصيل وفي بعض الكليات التي لا يصل إليها العقل، يأخذها من منبعها الصافي، يجب أن يأخذها من منبعها الصافي وهو القرآن ومفسر القرآن وهم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وإذا لم يفعل هذا يضل ضلالا بعيدا، لأن كما ذكرنا أن عقل الإنسان قاصر
لا يكتشف كثير من الأمور ولا يعرفها، وإذا أراد أن يحكم عقله في تلك الأمور يضل. نفس العقل يحكم علينا، نفس العقل إذا أردنا أن نحكمه يحكم علينا أنه في الأمور التي لا أصل إليها، العقل نفسه يقول راجع لمن يعرف. فلهذا المبدأ الأول في مسألة العقيدة أن نأتي ونأخذ العقيدة من المنبع الصافي. لهذا في حديث الثقلين الرسول صلى الله عليه وآله حينما يقول إني مخلف فيكم الثقلين، إلى أن يقول ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. معنى هذا الحديث شنو هو مفهومه؟ يعني إن تمسكتم بغيرهما ضللتم، فلهم الأمر والولاية والهداية. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول وبنا هداهم الله للإسلام. وكذلك الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول إذا قام القائم عليه السلام دعا الناس إلى الإسلام جديدا وهداهم إلى أمر قد دثر وضل عنه الجمهور، وإنما سمي مهديا لأنه يهدي إلى أمر مضلول عنه. والضلال كما ذكرنا ليس فقط في الضلال العملي، أجلى مصادق الضلال الضلال في الفكر وفي المعتقد. هداهم إلى الإسلام جديدا، لأن الناس كما نراه الآن غالب الناس عقيدتهم غير صحيحة، وحتى الذين نراهم أنه في الأصول عقائدهم صحيحة في كثير من الفروع عقيدتهم غير صحيحة، ولهذا الإسلام يكون مكثور مضلول عنه، يعني الناس ضلوا عن الإسلام. الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف حينما يظهر يهديهم إلى الإسلام جديدا، يعني من جديد يبين لهم المعالم الأساسية للإسلام، مع أن هذه المعالم بينها الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة وموجودة في الكتب، لكن الناس غافلون عنها. فعلى كل حال الهداية في أمور، ومن تلك الأمور العقيدة، سواء من المبدأ وهو الله عز وجل وصفات الله الثبوتية والسلبية وما يتعلق بالله عز وجل، وانتهاء بالمعاد ومرورا بالرسالة. فيجب علينا أن نأخذ كليات أو بعض كليات العقيدة من العقل، العقل في الأمور التي يعرفها، مثل إثبات أصل وجود الله عز وجل وإثبات أن الله واحد، وبعض الأمور التي يصل إليها العقل. أما في الأمور التي لا يصل إليها العقل وفي الجزئيات الكثيرة المتعلقة بالعقيدة، يجب أن نذهب إلى القرآن وإلى أهل البيت وإلى الرسول صلى الله عليه وآله ونطرق بابهم للوصول إلى العقيدة الصحيحة، وإلا والعياذ بالله نضل ونضل. نسأل الله عز وجل العصمة من الضلال، وأن يهدينا بالرسول صلى الله عليه وآله لما اختلف فيه من الحق، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله على محمد وعلى آله. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها